بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبتكم بدرس جديد، وهو كيفية تصريف الفعل رسم في المضارع. نعود، كيفية تصريف الفعل رسم في المضارع مع جميع الضمائر. وغادي نبدأ بضمائر المتكلم. ضمائر المتكلم للمراجعة هي أنا ونحن، هذه هي ضمائر المتكلم. إذن عندما نصرف الفعل رسم في المضارع مع ضمائر المتكلم، أقول أنا أرسم، نحن نرسم. الآن أرسم إعرابها، أو إذا طلب منك الأستاذ أن تعربها، أرسم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كذلك نرسم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن ننتقل ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب هي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. الآن نبدأ التصريف مع ضمائر المخاطب. أنت ترسم، أنت ترسمين، أنتما ترسمان، أنتم ترسمون، أنتن ترسمن. الآن سوف نحاول إعراب كل هذه الأفعال مع بعض. ترسم، أنت ترسم. ترسم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن ترسمين، هذا فعل مضارع ولكن لا توجد ضمة هنا. إذن هذا الفعل اللي راكم تشوفوا فيه الآن، ترسمين، هو فعل من الأفعال الخمسة. إعرابه يكون كالآتي: ترسمين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وياء المخاطبة، هذه اللي بين الميم والنون، ياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن عندنا ترسماني، أنتما ترسماني. كذلك هذا فعل من الأفعال الخمسة. ترسماني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن أنتم ترسمون، أنتم ترسمون. ترسمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن أنتن ترسمن. ترسمن هذا فعل مضارع، ولكن كاين حالة خاصة في الفعل المضارع. الفعل المضارع دائما مرفوع إلا عندما تتصل به نون النسوة. هذه النون اللي راك تشوف فيها، هذه نون النسوة تدل على النساء. إذا ترسمنا فعل مضارع مبني، عقل عليها مليح، فعل مضارع مبني على السكون. نذكر السبب لماذا بني على السكون. إذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن ننتقل إلى ضمائر المخاطب أو ضمائر الغائب. ضمائر الغائب وهي هو، هي، هما للمذكر، وهما للمؤنث، هم
نعم. إذن هو يرسم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هي ترسم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هما يرسمان، إذن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هما ترسمان، هما يرسمان، وهما ترسمان فعل مضارع كذلك مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هم يرسمون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هن يرسمن، إذن هنا فعل مضارع مبني على السكون، والسبب هو اتصاله بنون النسوة. أعيد الإعراب، يرسمن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.